شادين غير هما خصنا نعرفهم. دونك هذه هي الفكره وهذا هو اللي مطلوب. الناس واحد القضيه نقول لكم، هذا الشيء، هذه القضيه، الموضوع ديال الانخراط وتخفيض الانخراطات، والله العظيم الا نكذب عليكم، الا هذه اكثر من عامين، قلت 3 سنين، وراه الاخوان اللي تعرفوني اللي كنت ملي كنت في الضمير الاخضر ما تعرفهم، انا طرحت هذه المساله وتناقشات وطرحناها، هنا كنا كاع الاخوان كلهم كانوا متفقين عليها ومحمسين على الفكره وقدمنا اقتراح، وانا عندي اليقين بانه الناس اللي كيمثلوها راه مشاو وقدموا الاقتراح، ومنهم الناطق الرسمي اللي كيعرفوه كاع الله جاويين، مشى قدم الاقتراح للمكتب والاوزال وهذه، قال لي واخا واخا حنا نناقشوها ان شاء الله في الجامعه، ناقشوها في الجامعه العام، ولكن غابت الظاهر. قال لا لا، قال لك حتى من بعد ماشي وقت دابا، حنا يلا اللجنه المؤقته يلا جات، وباقي خصنا نقادوا الفرقه وهذه، طرحوا على الزيات النيات. دونك الناس باغين واحد العدد منحصر ومحصور ديال المنخرطين، يبقاو هما اللي سميتو منخرطين، لان هاد المنخرط اللي كاين دابا شنو كاين فيهم؟ واحد مجموعه الناس اللي هما باغيين الخير، راه بغا يطوروا، راه بغا يديروا، ولكن مغلوبين، لان الاغلبيه مخربقه الدعوه، كل واحد عنده واحد لو كون ديالو، كل عنده واحد الجهه كيدافع عليها، فكتسنى انت واحد كيدافع على جهه اخرى، فهمتي؟ يعني نقولوها بكل صراحه، كاينين الناس اللي هما من جهه تاع حسبان، وكاين الناس اللي من جهه اوزان، وكاين الناس دابا اللي من جهه الزيات، وهادو كلهم اللي غتجمعهم غتلقاهم هما ثلاثه الاربعه ولا اكثر، غتلقى واحد 10 ولا 12 واحد اللي هما نوتخ، ما بغا يمشيو حتى شي جهه، باغي المصلحه ديال الراجل، ولكن الاخرين ثلاثه الارباع ما نقول واحد 85% ولا اكثر ربما، راه كلهم غيكونوا في الجهه الاخرى، دونك باغي الوضع يبقى على ما هو عليه. دونك ما عمر هاد الفرقه غتحرك، ما عمر هاد الفرقه غتطور، وغتبقى دائما حبيسه للتعيين، تعيين الرئيس عوض انتخاب الرئيس، ما عمر الديمقراطيه غتنزل عندنا، غنكونوا هانين، حيت الديمقراطيه باينين الطرق ديالها. ياك دابا رئيس خرج وهذا، غنمشي لصناديق اقتراع، غنمشي نشوف المرشحين اللي كاينين، ونشوف شكون المرشح اللي صوت عليه اغلبيه الناس، واللي عنده برنامج، راه ماشي الدعوه في الاغلبيه، شي واحد راه يقدر يكون، حيت دابا الاغلبيه ديال سميتو عرفناهم من الضيرك، عارفينهم منين، غيكون مرشح مثلا ديال اوزال، عزيز على اوزال ومدعم اوزال، ولكن هذا المرشح اللي مدعم اوزال ما عندوش برنامج، ما عندوش برنامج، ما عنده حتى شي رؤيه على المدى المتوسط ولا المدى البعيد، لا المستوى التقني ولا المستوى الاداري، ما عنده حتى شي رؤيه، جاي غير جاي الرجاء لو جور لو جور، بحال اللي داز الزيات، سون بلانيفيكاسيون، واش ننتخبوا عليه؟ اللهم انا دومونكا، ولكن الناس اللي هما متحكمين في الرجاء راه غيدوزوه، علاش؟ لانهم بغا يدوزوها مرحله، ما خصهم ما تبان لهم ديك 7 المليار ديال كاس محمد السادس، ولا لا يقلب شي رجاء، واش تفهمنا؟ هذه هي الحقيقه اللي خصنا نهضروا مع الجمهور، خاصنا ندوي هكا نقول الحقيقه كما هي بلا ما نكذبوا على راسنا، حيت علاش؟ حيت داكشي اللي غبر ملي بدايه الموسم لدابا كيما غبروا هادوك اللي دخلوا راه غادي يغتاب حاجه اخرى، وانا كنقول غبر لانه لحد الان هناك تلكؤ وهناك تماطل في اظهار الوضعيه الماليه للرجاء، هناك تماطل، لكن هاد التماطل شكون اللي كيتماطل؟ كيتماطل اللي في كرشو العجينه، اللي عنده الحسابات ما واضحاش، اللي عنده شي غموض، اللي عنده شي زون نواغ، خاصو كيفاش يبرر دوك المصاريف فين مشاو وكذا كذا، كيقلب عليهم على التخريجه، راه هو اللي كيتماطل، ملي حساباته زوينين، شوف منين تسال الموسم، منين تسال الموسم؟ سي زيات، ياك سي زيات هو الموديل ديال الشفافيه وديال هو المكتب ديالو، وإلا كانت شفافيه، انا بالنسبه لي الانسان الشفاف، راه ملي سال الموسم يحط تقرير يكون موجود. واش التقرير صعيب؟ واش كاين شي حاجه اللي صعيبه؟ واش كاين شي اموال اللي هي داخله في الموسم وكيتسناوها؟ راه حسب عليها، يا با بروبليم، الا كانت كاع مثلا شي اموال عاد غتدخل وهي محسوبه على هذا الموسم هذا، ديرها دخلها التقرير المالي كمداخل اتيه، محسوبه على هذا الموسم واتيه، هاي حسبها دخلها اخر، ولكن ماشي تبقى تجرجر فينا دابا. دونك انا كنتمنى هذه النقطة اللي بغيت نهضر عليها وهي اللي بغيت نركز عليها، فهذه من جهة، من جهة ثانية الناحية التقنية الرجاء هي اللي كتهم